عقدت منظمة التعاون الاسلامي في مدينة جدة السعودية اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي على مستوى وزراء خارجية الدول الاعضاء في المنظمة لبحث موقف المنظمة في ضوء ما تشهده القضية الفلسطينية عقب اعلان الادارة الامريكية عن خطتها للسلام في الثامن والعشرين من يناير الماضي وذكرت وكالة الانباء السعودية ان المنظمة جددت التاكيد على موقفها المبدئي ودعمها للشعب الفلسطيني في نضاله حتى يتمكن من استعاده حقوقه المشروعه بما فيها اقامه دولته المستقله ذات السياده وعاصمتها القدس الشرقيه وكانت المنظمه قد اكدت ان حل القضيه الفلسطينيه لابد ان يكون بموجب القانون الدولي وقرارات الامم المتحده ذات الصله ومبادره السلام العربيه